يبقى السؤال الاول، هل السي في بي يقدر يقول للعيان ده هيرسبوند وهيزود الكاردياك اوتبوت ولا لا؟ الاجابه بالفورم العريض لا، مش هيفيدني. تيجي السؤال الثاني، هل السي في بي يقدر يستخدم كسيفتي اند بوينت؟ تعالوا نشوف الاجابه اهو. دي طبيبه جايه تسال استاذ، تقول له يا دكتور اي انفيوزد افلويد بولس اند ذا سي في بي از انكريزنج. جمله بنسمعها كتير جدا جدا، الاقي النايب او الشخص اللي بيقدم لي الحاله بيقول لي الحمد لله العيان ده كان السي في بي واطي وادينا له فلويدز والسي في بي رافع. هو بيحسسني ان هو عمل انجاز كبير جدا، يعني بيشك، يعني لازم اشكره ان السي في بي رافع. هل الجمله دي حلوه ولا وحشه؟ تعالوا نشوف. لو افترضنا ان ده الرايت هارت والليفت هارت، المربع الازرق ده الرايت والاحمر ده الليفت، وطبعا اللي طالع من الليفت ده الاورطه رايح للسيركيوليشن، والناحيه الثانيه ده الفينس بارت، يعني انا راسم رسم كروكي كده للسيركيوليشن بتاع الانسان. تعالوا كده نحكي قصه صغيره، لو انا عندي كولابسد فين، الدوريه دي كولابسد فين، هبتدي ادي عيان فلويدز، الفين ابتدى الفوليوم بتاعه يزيد، لكن البريشر لسه ما زادش، زي ما انا لو عندي بالونه حاططها على المكتب وبحط جواها ميه بصب جواها فلويد، البالونه حجمها بيزيد لكن لسه البريشر ما زادش. حد فلويدز اكتر، الفوليوم بيزيد لكن البريشر ما زادش. كل اللي فات ده اسمه ايه؟ اسمه ان ستريسد فوليوم. يعني ايه؟ يعني فوليوم مش بيعمل بريشر جوه السيركت، مش بيعمل لي بريشر جوه الفين، لغايه ما اوصل لمرحله ان لما بدي فلويدز الفين خلاص بقى ستريتشد، فده اسمه ستريسد فوليوم، اللي هو بيديني بريشر على الوول بتاع الفين، ده اسمه ستريسد فوليوم. يبقى انا عندي نوعين من الفوليوم موجودين في جسمي في الفينس سايد، عندي جزء ان ستريسد اللي هو لا ات دازنت ستريس ذا وول اوف ذا فين، وعندي جزء ستريسد اللي هو بيستريس الوول اوف ذا فين. الستريسد فوليوم ده اسمه ايه؟ اسمه المين سيستميك فيلينج بريشر. المين سيستميك فيلينج بريشر ده هو ايه؟ هو الدرايفنج بريشر بتاع الفينس ريتيرن. لو احنا باصين في الصوره اللي على اليمين هلاقي السهم اللي نازل لتحت ده الفينس ريتيرن، كل ما هزود المين سيستميك فيلينج بريشر كل ما الفينس ريتيرن بتاعي هيزيد. طب السي في بي موجود فين بقى في الموضوع؟ السي في بي جوه هنا تحت، شايفين الدوريه اللي تحت دي او المربع اللي تحت مكتوب سي في بي، ده البريشر جوه الرايت اتريوم. يبقى السي في بي ده المفاجاه ان هو ايه؟ ان هو الريزيستنج، ات از ريزيستنج بريشر. يبقى السي في بي اللي بيعلى ده بيقلل الفينس ريتن مش بيزوده، تمام؟ السي في بي لما يزيد يا جماعه ذيس از ا هارمفول كونديشن. ليه؟ لان السي في بي لما يزيد بعد الفلويد انفيوجن ده معناها ان الهارت از نوت هاندلنج ذا فلويدز بروبرلي. دي الاجابه المفروض الاستاذ يجاوبها للتلميذ لما يساله، يقول له السي في بي رفع، المفروض الاستاذ يزعل ما يفرحش، تمام؟ يقول له وين ذا سي في بي رايز افتر فلويد انفيوجن ذات مينز، ذس مينز ذات ذا هارت از نوت هاندلنج ذا فلويدز بروبرلي. زياده السي في بي بتامبير الفينس ريتيرن، بتامبير الليمفاتيك درينج، بتامبير المايكرو سيركيوليشن، بتبريسيبيتيت للجي اي بليننج والاي كي اي، كل دي اضرار لزياده السي في بي. والكلام ده مش جديد، انا جايب لكم بقى جايتون سنه 1955، اكيد كلنا عارفين جايتون اللي عامل كتب الفسيولوجي، راجل قديم جدا، رسم الرسمه دي سنه 55 ونشرها في فيسيولوجيكال ريفيوز، حط لك الرايت اتريال بريشر قصاد الفينس ريتيرن اهو، قال لك عند المين سيستميك فيلينج بريشر ده كل ما هتزود الرايت اتريال بريشر الفينس ريتيرن بيقل. لو انت المين سيستميك فيلينج بريشر بتاعك اعلى شويه بتلاقي الفينس ريتيرن اعلى، بس برضه كل ما بتزود الرايت اتريال بريشر كل ما الفينس ريتيرن بيقل. قال ايه جايتون في السمري بتاعه؟ قال لك ات هاف بين بوينتد ذات ذا رايت اتريال بريشر اوبوزز ذا ريتيرن اوف بلاد تو ذا هارت، وان المين سيركيولاتوري فيلينج بريشر بروموتس ذا ريتيرن اوف ذا بلاد تو ذا هارت، وان الديفرنس بتوين ذا مين سيركيولاتوري فيلينج بريشر والرايت اتريال بريشر هو ده البريشر جريدينت اوف ذا فينس فلو. يعني انا لما بقول لك الدرايفنج بريشر هو المين سيستميك فيلينج بريشر وان السي في بي ده بيقلل الفينس ريتيرن لما بيبقى عالي مش بيزوده، انا مش بقول لك كلام جديد، ده انا بجيب لك كلام جايتون سنه 55. ولو جبنا كلام احدث شويه، البحث اللي اتكلمنا عنه في البدايه بتاع الامريكان هارت جورنال اللي هو جاب العيانين اللي عاملين هارت ترانسبلانت والنورمال، لو بصينا هلاقي العيانين النورمال زودوا الكاردياك اوتبوت من غير ما السي في بتاعهم يزيد، يعني بص الكاردياك اوتبوت نط خالص مع الاكسرسايز والسي في بتاعي يا دوبك بقى 5، في حين العيانين بتوع الهارت ترانسبلانت الكاردياك اوتبوت ما زادش قوي مع الاكسرسايز والسي في بي هو اللي زاد، معناها ان زياده السي في بي ده حاجه تدل ان القلب ده وحش. ولذلك جون ويفنسون ودانيال دوباكير كانوا كاتبين ريفيو ارتكل لطيف جدا اسمه شود وي ميجر ذا سنترال فينس بريشر تو جايد فلويد مانجمنت 10 انسرز تو 10 كويستشنز، كانوا من ضمنها قال لك لو انت بتقيس الكاردياك اوتبوت والسنترال فينس بريشر، لو لقيت الكاردياك اوتبوت بيزيد والسنترال فينس بريشر ما بيزيدش العيان ده ريسبوندر، لو لقيته العكس لو لقيت الكاردياك اوتبوت ما بيزيدش والسي في بي هو اللي بيزيد ده نون ريسبوندر، يبقى انت تقدر تفرق نون ريسبوندر من الريسبوندر بهذه الطريقه.
وفي الامريكان جورنال اوف ريسبيراتوري اند كريتيكال كير ميديسن وفي جاما ده كان بحث كبير اسمه اندروميدا شوك ترايل، اتنشر منه كذا يعني كذا بحث من نفس الترايل، كانوا بيتكلموا عن مقارنه طريقتين في الفلويد ريسستيشن. انا مش هدخل في تفاصيل البحث لانه مش مجالنا، هم كانوا بيقارنوا طريقه جايدد باللاكتيت وطريقه جايدد بالكابيلري ريفيل تايم، لكن انا عايز اقول ان في جزء من البروتوكول بتاعهم كان السيفتي اند بوينتس. عملوا ايه في الاندروميدا شوك ترايل؟ قال لك انت لو لقيت العيان ده مش ريسبوندر مش هتدي له فلويدز، خلاص سهله. طب لو لقيته ريسبوندر هتعمل ايه؟ اول حاجه ادي فلويد بولسز لغايه يا اما الكابيلري ريفيل تايم يقل عن 3 ثواني، يا اما العيان يبقى نون ريسبوندر، يا اما السي في يزيد بخمسه 5 مليمترز ميركي، على فكره مش ووتر يعني، ده غير ده. لو اي حاجه من دول حصلت وقف الفلويدز، لو ما حصلوش هما الثلاثه يبقى هنكمل فلويد ريسستيشن. القصد ان هما حاطين ليه حاطين الثلاث حاجات دول كاند بوينتس علشان توقف الفلويدز، لان لو الكابيلري ريفيل تايم معناها ان الفيوجن بقى كويس، لو العيان بقى نون ريسبوندر خلاص ما بقاش في هايبوفوليميك مش محتاج فلويدز، والسي في بي لو زاد ده معناها ان ابتدى يبقى عندي كونجيشن او ان الهارت مش قادر يهاندل الفلويدز اللي بتتاخد، يبقى دول الثلاثه اسمهم اند بوينتس فور ريسستيشن. يبقى انا اقدر استخدم السي في بي كاند بوينت فور ريسستيشن لو لقيته بيعلى معايا اثناء الريسستيشن. نرجع مرجوعنا للسؤال، هل السي في بي ينفع يستخدم كسيفتي اند بوينت ولا لا؟ الاجابه يس. يبقى نعيد تاني، السي في بي لو عايز استخدمه كجايد للفلويد ريسستيشن استخدمه في ايه؟ هل يقدر يقول الفلويد يوسفول؟ نو. هل يقدر يقول الفلويد هارمفول؟ يس. دي المسج اللي من السؤال ده. لذلك لما بول ماريك جاي يتكلم وقال لك ستوب فيلينج بيشنت اجين السنترال فينس بريشر بليز، هو قال ستوب فيلينج بيشنتس ويز لو سنترال فينس بريشر، هاي، لكنه ما قالش ستوب يوزنج سي في بي اس سيفتي اند بوينت، ما قالش دي، ما قالش ستوب يوزنج سي في بي ان ديتكتنج ذا تايب اوف شوك اللي هي الفوائد اللي احنا قلناها، ما قالش ستوب يوزنج سي في بي مثلا في ديتكشن الاريزميا. لذلك لما حد مثلا يسمع مني او يقرا حاجه انا كاتبها، ان انا بقول السي في بي يا جماعه ما يستخدمش في كذا، ما تجيش تترجم الكلام ده تقول دكتور احمد حسنين بيقول السي في مالوش لازمه، لا انا ما بقولش كده، انا اقول لك اهو حرك النوت دي خليها شيلها، يبقى يو كان يوز ذا سي في بي از ا سيفتي اند بوينت. You can use the CVB in detecting the type of shock. لكنك you should not stop you should stop filling patient with low CVB, especially with patients with distributive shock.